600 مليلتر حليب، 200 مليلتر يوضع على نار متوسطة، 200 مليلتر كريمة، 100 جرام سكر. يحرك حتى يذوب السكر ويسخن المزيج جيدا. ترفع عن النار. مئة جرام بودرة الكاكاو. ستون جرام شوكولا أسود مقطع. يحرك جيدا حتى تذوب الشوكولا. أربعة صفار بيض، ربع كوب سكر، يخفق جيدا حوالي دقيقتين. توضع على نار متوسطة. ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فانيليا، 3 ملاعق كبيرة قهوة أو نسكافيه سائلة. مع الاستمرار في التحريك حتى يتحول المزيج إلى كاسترد خفيف، ثم ترفع عن النار. يحرك المزيج كل فترة حتى لا تتكون طبقة سميكة على وجه البوضة. تضاف حبات الشوكولا بعد أن تبرد. 8 حبات فيريرو روشيه مقطعة. 7 ساعات في الفريزر على الأقل 7 ساعات قبل التقديم. ملاحظة: يمكن استبدال حبات فيريرو بالبندق أو الفستق المحمص والمقطع.